بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة الى اخيه صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة عشرة لتوليه مقاليد الحكم واعرب جلالة الملك المفدى فيها عن اطيب تهانيه وتمنياته لسمو امير الكويت بموفور الصحه والسعاده ولشعب دوله الكويت الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قياده سموه الحكيمه